أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس تدريبات على الماضي والحاضر والمستقبل. اتعودنا قبل كده إن إحنا قبل ما نبدأ نحل لازم نقرأ القطعة كويس جدا أو الفكرة، ثم بعد كده نربطها بالأسئلة. يلا نقرأ القطعة. إنني أرى المجد والثروة والنجاح مقبلين علي، وأرى أحلاما تتحقق في حياة الرخاء والرضا تزحف نحوي. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف معنى تزحف، تميل ولا تبتعد ولا تتجه. الكلمة بنت السياق، انظر لسياقها، تتجه نحوي ولا تبتعد نحوي ولا تميل نحوي. الإجابة الصحيحة هي تتجه نحوي. مضاد مقبلين، مقبل عكسها مدبر، يبقى مضاد مقبلين عكسها مدبرين. جمع النجاح، الناجحون، النجاحات، النجوح، يبقى جمع النجاح النجاحات. سؤال ب، من قال العبارة السابقة؟ من قال العبارة السابقة التي وردت في القطع؟ قال العبارة السابقة هو المستقبل. ما الذي يراه قائل العبارة؟ ما الذي يراه المستقبل؟ يرى أن إيه؟ يرى أن النجاح والثروة مقبلين أو آتيين عليه، ويرى أحلاما سوف تتحقق في حياة الرخاء والهناء والرضا تأتي نحوه أو تتجه نحوه. القطعة الثانية، إن الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل على حق، فعلى الإنسان أن يتعلم من تجاربه في الماضي وأن يحيا حاضره بكل همة وأن يفكر في المستقبل ويخطط للغد. واحد، ما معنى يحيا وهمة ومضاد المستقبل وجمع الإنسان وجمع همة؟ يحيا معناها يعيش، همة معناها عزيمة وإرادة، مضاد المستقبل الماضي، جمع الإنسان الأناسي، وجمع همة همم. ماذا يجب على الإنسان أن يفعل نحو الماضي والحاضر والمستقبل؟ عليه أن يفعل، ماذا يفعل؟ عليه أن يتعلم من تجارب الماضي وأن يحيا الحاضر بكل عزم وهمة وإرادة وأن يفكر في المستقبل ويخطط له. ثلاثة، ضع عنوانا مناسبا للفكرة هو التخطيط للمستقبل. عندك عنوان تاني مش مشكلة، بس أهم حاجة يكون مرتبط بالفكرة وفي ملحوظة مهمة. ما تجيبليش عنوان الدرس الماضي والحاضر والمستقبل تحطولي في العنوان، لا، أنا عاوز عنوان من تعبيرك أو من إنشائك. بعد كده بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. سر النجاح هو استغلال كل لحظة من الحاضر. الإنسان شجرة جذورها الماضي وأوراقها الحاضر وثمارها المستقبل. يمكن أن يكون هناك إنسان بلا ماضي أو حاضر أو مستقبل. نبدأ جملة جملة. سر النجاح هو استغلال كل لحظة من الحاضر. إجابة صحيحة، تستغل كل لحظة من الحاضر. الإنسان شجرة جذورها الماضي وأوراقها الحاضر وثمارها المستقبل. صح. يمكن أن يكون هناك إنسان بلا ماضي أو حاضر أو مستقبل. لا طبعا، احنا لازم نتعلم من تجاربنا في الماضي ونستخدمها في الحاضر من أجل تحقيق الإيه؟ المستقبل. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.